الرأي العام العالمي. إلى متى هذا الصمت الدولي على هذه الجرائم بحق الإنسانية؟ لقد بلغ حقدهم عنان السماء، لقد أعمت قلوبهم الكراهية. لا يوجد تعبير يصفكم أيها الأوغاد. يا أحفاد جمال باشا السفاح، ماذا تريدون منا نحن الشعب الآمن أيها المحتلون الأتراك؟ أعجزت كل خططكم ومحاولاتكم النيل من إرادة شعبنا، حتى لجأتم إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، لما يبقى إليكم خيار غيرها، لتقتلوا إنسانا أحبوا أرضهم وتشبثوا بها. أنكم عاجزون عن تحقيق أهدافكم الخبيثة، وأن استهدافكم للجريلا ولكل الشعوب الموجودة في المنطقة بالكيماوي دليل غدركم الذي تعتلمونه من أجدادكم العثمانيين. إلا أن تستسلم لن نستسلم، سنبقى ندافع عن أرضنا وعرضنا مهما فعلتم. اقذفوا حمم حقدكم علينا، فنحن نزداد إصرارا كل يوم على تحقيق النصر. لن نتراجع، وسيستمر مشروعنا، وستعود أرضنا لأهلها بفضل شهدائنا. ومن هنا، من أرض الشهداء، أرض تفوح منها رائحة الياسمين، وباسم عوائل الشهداء في الرقة، ونقول للعالم انظروا إلى تركيا ماذا تفعل. أنها اليوم تقصفنا بالأسلحة الكيماوية، وغدا سيكون دوركم لتقصفكم. ندعو جميع المعنيين من الأمم المتحدة وحقوق الإنسان محاسبة هؤلاء القتلة، فهم مجرمو حرب ويجب محاكمتهم. كما أننا ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الجبان الذي أودى بحياة عدد من الرفاق الأبطال. أنها الأرض شمال وشرق سوريا تزهر بدماء الشهداء، تدفع بالشهيد تلو الشهيد حتى تحقيق النصر.